في عام 2002 حصلت أزمة دبلوماسية كبيرة بين مصر وإسرائيل بسبب السفينة كارين إيه، واللي مسكتها تل أبيب وهي محملة بخمسين طن أسلحة ثقيلة وفي طريقها للمقاومة الفلسطينية وعلى متنها 8 بحارة مصريين، واتهمت مصر بالوقوف وراء الموضوع. والموضوع اتطور لدرجة انه حصل مناوشات كلامية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون والرئيس المصري حسني مبارك. السفينة دي كانت سبب في رواية مشهورة عن تنفيذ مصر عملية عسكرية تاريخية داخل حدود الكيان الصهيوني لما اقتحمت فرقة الصاعقة المصرية الثلاث سبعات ميناء حيفا وحررت البحارة المصريين المحتجزين داخل سجون الاحتلال وافرجت عن السفينة المصرية الموجودة في الميناء واللي احتجزتها اسرائيل بحسب الرواية، وخرجوا من غير ما حد يلمس شعرة منهم وهم ماشيين لغموا الميناء كلها. ووقتها الرئيس مبارك هدد تل أبيب وقال الرجالة يرجعوا بالسلامة وإلا حيفا هتبقى عبارة عن كوم رماد. طيب هل ده حقيقي وفعلا نفذت مصر عملية في حيفا وأفرجت عن السفينة والبحارة؟ ولو الموضوع ده حقيقي ازاي دخلوا وخرجوا والإسرائيليين واقفين ساكتين من غير اي ردة فعل؟ وازاي تم تلغيم ميناء حيفا بالمتفجرات؟ وايه قصة الأسلحة اللي رايحة للمقاومة في فلسطين وايه علاقة مصر بيها؟ كل ده واكتر هنعرفه في حلقتنا النهاردة. بس قبل ما نبدأ افتكروا انه في مفاجأة في النص التاني من الحلقة، فبسم الله. الأسطورة المشهورة والمتداولة بتقول رواية هنتكلم عنها بالتفصيل، وبتبدأ من إعلان إسرائيل القبض على سفينة مصرية كانت بتنقل أسلحة ثقيلة للمقاومة في قطاع غزة، وده في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية أو انتفاضة الأقصى واللي اندلعت في 28 سبتمبر سنة 2000 وانتهت في فبراير 2005 بعد اتفاق الهدنة اللي عقد في قمة شرم الشيخ وجمع الرئيس الفلسطيني المنتخب حديثا في الوقت ده محمود عباس أبو مازن ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون برعاية الرئيس المصري محمد حسني مبارك. الرواية بتقول ان مصر كانت بتنقل أسلحة في الوقت ده لفلسطين، فيا ترى ايه السبب اللي خلاها تتورط في الحكاية دي؟ الانتفاضة الفلسطينية الثانية كانت مختلفة عن أي انتفاضة أو مقاومة فلسطينية سابقة للكيان الصهيوني، لأن فيها كانت المواجهات المسلحة كبيرة بين الجانبين، وقدر أبطال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إنهم يختاروا وزير السياحة الإسرائيلي رحب عام زائفي في القدس سنة 2001. وبعدها فرضت إسرائيل حصار على الضفة وقطاع غزة وكانت عايزة تكسر اتفاقية أوسلو اللي وقعها الزعيم الراحل ياسر عرفات مع رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين في عام 1993، ونصت على الحكم الذاتي للفلسطينيين وإقامة مجلس نواب منتخب وتكوين شرطة لحفظ الأمن ووقف الاستيطان في الضفة الغربية، والموضوع ده كان هيفتح باب الصراع بشكل واسع في المنطقة وهيدمر عملية السلام في الشرق الأوسط. ومصر كانت شايفة انه طالما في عنف وتضييق على الفلسطينيين فالطبيعي انهم يردوا ويقاوموا. اسرائيل بقيادة شارون واللي كان على خلاف مع رئيس مبارك في الوقت ده وليه تصريح شهير بان بلاده اخطأت لما وقعت اتفاقية السلام مع مصر سنة 1979، ورد مبارك بان لولا الاتفاقية دي لكانت اسرائيل عايشة حالة طوارئ مستمرة، وانتقد شارون على الهوى وقال انه ليه تصرفات غريبة ومش مفهومة. اسرائيل اعلنت انها هتفتح تحقيق مع طاقم السفينة المصري واللي عددهم 8 وحطتهم في سجن حيفا. الرواية المتداولة كان فيها نقطة مهمة جدا وهي المكالمة اللي تمت بين الرئيس مبارك وشمون بيريز وزير الخارجية الإسرائيلي. وقبل ما تسأل وتقول هو ليه مبارك ما كلمش شارون مباشرة، أفكرك إن الاتنين كانوا على خلاف وبينهم قطيعة. مبارك قال لبيريز هتطلقوا سراح السفينة، فالأخير رد عليه وقال لا هنكمل التحقيق علشان يقفل مبارك السكة وما يديش أي وقت للحلول الدبلوماسية، وأعطى أمر مباشر بتحريك فرقة الصاعقة المصرية الثلاث سبعات لتحرير السفينة وطاقمها المصري من ميناء حيفا. وهنا لازم نقف ونعرف هي إيه فرقة الثلاث سبعات دي. الوحدة 777 قتال هي وحدة عسكرية مصرية لمكافحة الإرهاب وبتعتبر فخر القوات المسلحة المصرية ومن أخطر الوحدات العسكرية الموجودة في العالم. تم إنشائها في عام 1978 من قبل اللواء أحمد رجاء عطية، وحاليا عددها 300 فرد ومزودة بمروحيات ميل MI8، وبتجري تدريبات مستمرة مع أقوى الوحدات الخاصة الغربية الموجودة حاليا زي قوة دلتا بالجيش الأمريكي وغواص البحرية الأمريكية.
والقوة GSG9 الألمانية والقوة الفرنسية GIGN، وسبق ونفذت عمليات مهمة زي تحرير الطيارة المصرية المخطوفة في مالطا سنة 1985. طيب السؤال المهم هنا، ازاي القوة دي هتدخل اسرائيل وتنفذ العملية، خصوصا ان الصهاينة كانوا عاملين حسابهم على كل السيناريوهات الممكنة ومأمنين مداخل ومخارج الميناء بشكل قوي. خطة الاقتحام كانت بتقوم على 3 محاور، وهي تنفيذ انزال بري وجوي وبحري والدخول والخروج بدون اي خسائر، ومعاهم المصريين المحتجزين في السجن والسفينة اللي الجنود الاسرائيليين موجودين فيها. الخطة تبان سهلة بس الحقيقة كانت مختلفة، واقتحام حيفا كان شبه انتحار وعملية في منتهى الصعوبة، الا ان رجالة الـ3 سبعات اتعهدوا انهم يرجعوا باخوانهم المصريين ومعاهم السفينة من قلب اسرائيل بعد الاعتماد على المخططات العسكرية وصور الاقمار الصناعية. المجموعة الاولى لفرقة الاقتحام نفذت عملية انزال جوي خلف خطوط الصهاينة في وقت ظلام دامس، وقدروا انهم يطلعوا على السفينة ويخلصوا على الجنود الاسرائيليين باسلحة بيضة ومسدسات كاتم صوت، في الوقت اللي المجموعة التانية كانت بتنفذ انزال بري على سجن ميناء حيفا وخلصت على كل الحراس وحررت طاقم السفينة المصرية. اما المجموعة التالتة المشكلة من فرقة الضفادع البشرية اتحركت ولغمت كل السفن الحربية الموجودة في الميناء بالشكل اللي يمنع الصهاينة من ملاحقة القوات المصرية والسفينة المحررة بعد المغادرة. وهنا مصر هددت اسرائيل بتفجير ميناء حيفا بالالغام في حال تم التعرض لجنود الـ3 سبعات او السفينة وطاقمها. بحسب الرواية فالمعركة كانت كسب الوقت وسباق مع الزمن، فإسرائيل اللي أعلنت الاستنفار واجتماعات مستمرة بقيادة شارون حاولت بكل الطرق الممكنة إنها توصل لمكان الألغام وتفككها علشان تلحق بالقوات المصرية والسفينة قبل وصولها التراب المصري. بس الخطة كانت في منتهى الذكاء لدرجة إن القوات الإسرائيلية ما قدرتش توصل لمكان الألغام، وقررت تل أبيب الاستسلام والاستجابة للمطالب المصرية تحت ضغط ضرورة تقليل الخسائر، وكمان مع عقد اتفاق ضمني بعدم الاعلان عن اي شيء يخص السفينة والبحارة والعملية بالاساس، ووصلت السفينة والطاقم والجنود بسلام للاراضي المصرية. القاهرة قررت انها تزيد الغضب الاسرائيلي فارسلت القيادة لتل ابيب خريطة توزيع الالغام على السفن وطريقة تفكيكها، فما كان من اسرائيل الا انها اجرت اتصالات مع روسيا والولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا وطلبت منهم عدم الدخول في تدريبات مشتركة مع القوات الخاصة المصرية لانها قوات غير ادمية، وسعت لشراء اسلحة جديدة لتوجيه رسالة تهديد للقاهرة، وكمان حاولت تقنع الولايات المتحدة بوقف توريد نوعيات معينة من السلاح لمصر، حتى الاسلحة اللي سبق الاتفاق عليها بضغوط من اعضاء الكونجرس الموالين لاسرائيل. الرواية المتداولة عن تحرير السفينة كارين ايه بتأكد ان العملية دي كانت نقطة تحول كبرى، فاسرائيل اللي لوحت بالغاء معاهدة السلام مع مصر وفضح القاهرة بانها نقلت اسلحة للفلسطينيين قررت التراجع والتعميم على العملية وشراء انظمة صواريخ جديدة وغواصة بحرية واسلحة متطورة. السؤال المهم هنا، هل الرواية دي حقيقية؟ طيب لو حقيقية ايه المصادر اللي كشفت تفاصيلها؟ وعلشان احنا عودنا جمهورنا في المحتوى على الحقيقة ونقل التاريخ بحيادية والأدلة والبراهين، وقلنا لكم في بداية الحلقة ان في مفاجأة في الجزء الثاني، ففي رواية تانية مختلفة عن الرواية اللي قلناها لكم ومتداولة على بعض القنوات والسوشيال ميديا، والرواية التانية دي بالأدلة والمصادر في الوقت اللي مفيش مصدر عسكري او مسؤول رفيع اتكلم على عملية فرقة الـ3 سبعات داخل اسرائيل وذكر تفاصيلها. فيلا بينا. 3 يناير عام 2002 أعلنت إسرائيل ضبط سفينة في البحر الأحمر عليها 50 طن من الأسلحة، ومش أي أسلحة، دي صواريخ وقاذفات وراجمات وقنابل وألغام مختلفة وصواريخ مضادة للدروع من نوع ساغر ومواد متفجرة متطورة من نوع C4 وقوارب مطاطية وأدوات غوص وأسلحة رشاشة وصاروخية. وأكدت إن الأسلحة دي كانت جزء من عملية تهريب بتنسيق بين السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات وحزب الله اللبناني وإيران. وهنا هتسأل وتقولي لما هي بين الفلسطينيين وحزب الله وإيران إيه علاقة مصر؟
إسرائيل قالت إن السفينة اللي مسكتها كان على متنها 13 شخص، منهم 8 بحارة مصريين، بخلاف قائد السفينة القبطان عمر مكاوي واللي بيعتبر قائد سفينة الرئيس الراحل ياسر عرفات، ومعاه 2 أردنيين و2 فلسطينيين. تل أبيب وقتها هللت وعملت ضجة كبيرة، وخرجت الصحف الإسرائيلية بعنوان عملية سفينة نوح، وقالت إن قوات الكوماندوز الوحدة 13 في البحرية الإسرائيلية مسكوا سفينة أسلحة اسمها كارين إيه في البحر الأحمر على بعد 500 كيلومتر من ميناء إيلات، وإن السفينة جاية من إيران وفي طريقها للسلطة الفلسطينية. طيب الموضوع جه صدفة ولا متخطط له من فترة بعيدة؟ تقرير نشرته AFA Research المختصة بموضوع الاستخبارات والأمن حول العالم ذكر وقتها إن الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية كانت بتراقب السفينة من لحظة انتقالها من ميناء بندر عباس في إيران، وكان الاعتقاد في البداية إن الحمولة رايحة لحزب الله في لبنان، بس مكالمة واحدة من طاقم السفينة كشفت المخطط إنها رايحة للسلطة الفلسطينية في ذروة الانتفاضة الثانية. وقتها اتهمت إسرائيل الرئيس ياسر عرفات بالوقوف وراء شحنة الأسلحة، واللي في البداية نفى علاقته بالسفينة قبل ما يقبل بالمسؤولية بعد ثبوت ضلوع مسؤول المالية في الرئاسة العميد فؤاد الشبكي بتمويل العملية بمبلغ وصل ل 15 مليون دولار، وبعدها اتسجن في سجن أريحة تحت حراسة أمريكية وبريطانية ومسؤولية السلطة الفلسطينية قبل ما تنقله إسرائيل لسجونها ويقضي 21 سنة حبس ويخرج العام الماضي 2023. نشرت لويدز ليست المختصة بعمليات الشحن في البحار والمحيطات واللي بتقدم خدماتها من سنة 1734 قبل ما تتوقف سنة 2013، قالت وقتها ان الوثائق بتشل ملكية شخصية عراقية للسفينة اشترتها في 31 اغسطس عام 2001 بمبلغ 400 ألف دولار، وكان اسمها ريم كي وبترفع العلم اللبناني، بس المالك الجديد حولها علشان ترفع علم مملكة تونجا ودي دولة صغيرة في قارة اوكيانوسيا. بس وقتها طلع مسؤولين لبنانيين وشككوا في الرواية دي وقالوا ان سفينة ريم كي لسه موجودة وبترفع العلم اللبناني، في الوقت اللي اعتبرت لويدز ليست ان تل أبيب بتستخدم الحادث علشان تعطل جهود السلام الامريكية بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وزريعة لتنفيذ اجتياح الضفة الغربية في العملية اللي قادها رئيس وزراء اسرائيل أرييل شارون بعد حادث السفينة وتعرفت بالسور الواقي. نرجع لنقطة حلقتنا، البحار المصريين الثمانية مصيرهم كان ايه؟ وهل اتدخلت فعلا فرقة الثلاث سبعات علشان تنقذهم من قلب حيفا؟ اللي هيجاوب عليك هو كبير البحارة الثمانية الرئيس عبده حسن عبده والشهير بإسماعيل الغريب ابن قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، واللي أجرى حوار صحفي مع جريدة الشرق الأوسط في نهاية عام 2002 وحكى القصة من البداية لحد ما رجع بلده بالسلامة، وقال انه اتفق مع سمسار سفريات من قريتهم اسمه محمد علي انه يسافر ويشتغل على سفينة لانه فن صيانة سفن، وفعلا ركب الطيارة وسافر السودان وبعدها اتحرك لميناء بورت السودان على البحر الأحمر، ودي كانت أول مرة يحط رجله على سفينة كارين إيه المرخصة لمملكة تونجا، واللي أكد إنه ما كانش يعرف اسمها قبل كده ولا الدولة دي موجودة فين. الرئيس عبده ومعاه 7 من قريته أبحروا بالسفينة مباشرة لليمن، وتعاقد معاهم واحد اسمه أبو أحمد لمدة 9 شهور بمقابل 500 دولار شهريا، وبعد 30 يوم في عرض البحر جت مركبة صغيرة نقلت شحنة وصناديق وما كانوش يعرفوا ايه اللي فيها، وكملوا الرحلة وهم مش عارفين رايحين لفين. بيحكي الرئيس غريب انه اتفاجئ بطيارة هليكوبتر وجنود معاهم اسلحة بيسيطروا على السفينة وقيدوا الطاقم كله، وما كانش يعرف مين دول ولا رايحين لفين، لحد ما ضابط منهم بيتكلم عربي قال له احنا من القوات الاسرائيلية ولينا 15 يوم بنراقب السفينة بتاعتكم. وبعد 30 ساعة في البحر وصلوا لميناء إيلات الإسرائيلي، وهنا تقسموا مجموعتين، الأولى كان فيها البحارة المصريين الثمانية ومعهم القبطان الثاني في السفينة الأردني تيسير داود، أما المجموعة الثانية فكانت بتضم القبطان عمر مكاوي ومهندس أردني اسمه رياض صالح واثنين من البحارة سالم السمكاري وأحمد خريس. الإسرائيليين يسكتوا على كده؟ أكيد لأ، ومارسوا أنواع التعذيب ضد طاقم السفينة وحققوا معاهم لمدة 24 ساعة وهم عرايا في شهر يناير، وحطوا قدام كل واحد منهم مكيف هواء بارد،
وبعد انتهاء التحقيق خدوا مجموعة المصريين والقبطان التاني لسجن الرملة بالقرب من تل أبيب. وبعدها استمرت التحقيقات المنفردة ومعرفوش يوصلوا معاهم لحاجة، لأنهم ما كانوش يعرفوا أي حاجة عن شحنة الأسلحة ولا اتجاه السفينة. وبعد شهرين عملوا اضراب عن الطعام 4 ايام علشان يفرجوا عنهم. ووقتها جالهم ضابط مخابرات اسرائيلي وقال لهم احنا عاوزين من مصر عزام عزام مقابل الافراج عنكم. وللي ما يعرفش فعزام عزام هو جاسوس اسرائيلي اتمسك في قضية تخابر واتحكم عليه بالسجن 15 سنة في مصر قبل ما يخرج في صفقة سياسية سنة 2004 بعد ما قضى 8 سنين داخل السجون المصرية. السؤال المهم هنا، ايه موقف مصر الرسمي من البحارة المحتجزين في سجون الاحتلال؟ الرئيس مبارك شكك في الرواية الإسرائيلية وقال إنها لعبة من ألعاب شارون علشان ينفذ اجتياح الضفة الغربية على لسان أحمد ماهر وزير الخارجية وقتها، واللي أكد الرواية الإسرائيلية فيها معلومات متضاربة خصوصا بعد ما قالوا إن السفينة كانت هتعدي من قناة السويس، وأكد إن نظام المرور في القناة مش بيسمح بمرور النوعية دي من السفن. والكلام عن وقوف السفينة في ميناء العريش وبعدها نقل الأسلحة بمراكب صغيرة لغزة مستحيل حدوثه. أما بالنسبة للبحارة ففضلوا جوه سجون الاحتلال من غير أي تهمة لحد ما صدر قرار لمجلس الوزراء المصغر بقيادة أرييل شارون بالإفراج عنهم في 26 مايو عام 2002. وقتها خدوهم من السجن لمطار بن جوريون علشان يرجعوا على مصر، وهنا حصلت المفاجأة. طيب مصر هتقبل تفرج عن عزام عزام مقابل الإفراج عن البحارة الثمانية؟ القاهرة رفضت تستجيب للضغوط الإسرائيلية، وهنا لقيت تل أبيب نفسها في موقف صعب خصوصا ان البحارة المصريين ما تثبتش عليهم اي تهمة. وقبل ما يركبوا الطيارة بدقايق رجعوهم مرة تانية للسجن بحسب الرئيس غريب، واللي قال ان الاسرائيليين كانوا عايزين يستفزوهم ويلعبوا باعصابهم لدرجة انهم خدوا منهم 2 علشان يعتقدوا انهم خلصوا عليهم ويقروا باي معلومات ما قالوهاش في التحقيق. طيب مصر هتقبل تفرج عن عزام عزام مقابل الافراج عن البحارة الثمانية؟ القاهرة رفضت تستجيب للضغوط الإسرائيلية، وهنا لقيت تل أبيب نفسها في موقف صعب خصوصا ان البحارة المصريين ما تثبتش عليهم اي تهمة وموجودين في سجون الاحتلال بشكل ظالم، لدرجة ان روبنشتاين المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية اكد ان تل أبيب لا تمتلك اي اساس قانوني لابقاء البحارة في الحبس. والتحقيق انتهى لنتيجة ان ملهمش اي علاقة بقضية الاسلحة الموجودة على متن السفينة كارين ايه، وما كانوش يعرفوا بيها ولا بوجهة السفينة. وبعد 9 شهور داخل سجن الرملة طلع وزير الدفاع الاسرائيلي بنيامين بن العازر واعلن الافراج عن البحارة المصريين الثمانية، وقال في تصريح للاذاعة الاسرائيلية ان تل ابيب اقترحت على السلطات المصرية الافراج عن البحارة الثمانية مقابل الافراج عن عزام عزام اللي اتحكم عليه في مصر بالسجن 15 سنة بجريمة التجسس، لكن القاهرة رفضت. واعلن وقتها عن امله ان الافراج عن البحارة هيخلي الموقف المصري اكثر مرونة بالنسبة للافراج عن عزام عزام، في انعكاس واضح لفشل تل ابيب في فرض كلمتها على القاهرة بحادث السفينة وعودة البحارة سالمين عبر مطار القاهرة الدولي. طيب باقي طاقم السفينة كان مصيرهم ايه؟ الاردني احمد خريس احد رجال طاقم سفينة كارين ايه واللي افرجت عنه سلطات الاحتلال بداية عام 2019 بعد 17 سنة في السجن، اتكلم عن العملية وقال ان البحارة المصريين الثمانية ما كانش ليهم اي علاقة بقضية تهريب الاسلحة، وتم التعاقد معهم علشان يكونوا مسؤولين عن تشغيل وتحريك السفينة ويتفرغ باقي الطاقم لموضوع الاسلحة، وكمان ما كانوش يعرفوا السفينة رايحة فين ولا الميناء اللي هتقف فيه. خريس اكد ان الرئيس عرفات وصلته معلومات بان رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون كان ناوي يعيد بناء الهيكل المزعوم عند اليهود على انقاض المسجد الاقصى في القدس المحتلة، واتكلم عرفات ان الموضوع ده لو حصل هيشعل الصراع في المنطقة كلها لانه بيمس اقدس المقدسات، ولازم يكون في آلية للدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد توحش الاحتلال الاسرائيلي. وعلشان كده اختار مجموعة من الاشخاص من قادة البحرية الفلسطينية علشان يبدأوا يشتغلوا على مشروع تسليح الشعب في قطاع غزة، والمجموعة دي تواصلت مع اكتر من دولة عربية لتنفيذ المشروع.
الأسير الأردني حكى تفاصيل مهمة عن رحلة السفينة، وقال إن الأسلحة كانت موجودة في جزيرة قرب إيران على سفينة تابعة لحزب الله، وموجودة جوه براميل أشبه بالغواصات عددهم 80، وتم تحميلها على سفينة كارين إيه في نهاية عام 2001. بس الأقمار الصناعية الأمريكية رصدت السفينة في البحر الأحمر على سواحل مدينة الحديدة في اليمن. الرواية التانية دي موجودة بالأدلة والإثباتات والبراهين، وفيها محدش جاب سيرة إن السفينة كارين إيه مصرية، والكل أكد إنه شخص عراقي اشتراها وكانت بترفع علم مملكة تونجا، وكمان مفيش أي حديث أو سيرة العملية نفذتها فرقة الثلاث سبعات داخل ميناء حيفا، ولا وجود لاتصال هاتفي بين الرئيس مبارك ووزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز والتهديد اللي وجهته القاهرة لتل أبيب. وإن كانت مصر قدرت تفرض كلمتها على إسرائيل ورفضت الاستجابة لطلب الإفراج عن عزام عزام ورجع البحارة الثمانية بسلام بحسب الرواية التانية، في النهاية كل اللي نعرفه إن السفينة كارين إيه كانت نقطة تحول في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبعدها حاولت تل أبيب تستغل الموقف وتاخد سفينة الأسلحة حجة علشان تنفذ اجتياح الضفة الغربية في سنة 2002 بعد شهرين بس على ضبط السفينة في العملية اللي اتعرفت بالسور الواقي. كتير من المحللين والكتاب بيشوفوا ان سفينة كارين ايه كانت بداية النهاية للزعيم الراحل ياسر عرفات، لانها خلت الموقف الامريكي اكتر عنف وحدة ضد السلطة الفلسطينية، واستغلت تل ابيب الموضوع علشان تحقق مكاسب جديدة عند الغرب واولها السور الواقي. وبعد ما سمعت حلقتنا النهاردة، من وجهة نظرك هل فرقة الثلاث سبعات نفذت فعلا عملية داخل ميناء حيفا لتحرير البحارة المصريين بأوامر من الرئيس مبارك والموضوع اتكتم عليه إعلاميا في صفقة بين مصر وإسرائيل، ولا الرواية دي ملهاش أي أساس من الصحة وعبارة عن شو إعلامي خصوصا مع الأدلة والبراهين الموجودة في الرواية التانية؟ مستنيين رأيكم، وهنسيب لكم لينكات المصادر أسفل الحلقة. أشوفكم تاني على خير. سلام.